مرحبا قال أبو صخر الهذلي وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر اليوم سيكون الحديث عن الهزات الأرضية وما تحت الماء والحديث يجب أن يكون باعثا على الطمأنينة معنا الدكتور فتيان رشيد الراوي مرحبا تحدثنا عن العصفور الطيور هل تشعر بالهزه قبل وقوعها ماكو اثبات علمي يقول انه الهز... الطيور تشعر بالهزات الارضيه يعني من الناحيه العلميه ماكو اثبات بعض الطيور الخواضه في الطين لها في مناقيرها استشعارات معينة تتلقاها من جهات مجهولة يعني إحنا إذا تتكلم أخذت الطيور من جهة ولكن إذا تتكلم عن الحيوانات هنالك كثير من البحوث اللي أجريت عليها ومن هم من يقول هناك الشعور بالهزات الأرضية قبل حدوثها وهناك عدم الشعور بالهزات الأرضية من قبل الحيوانات الفيران من ضمن القوارض تشعر قبل غيرها بالهزة يعني شو تخرج من جحورها قبل الهزة الأرضية بثواني يعني والثواني ف... لا تنفع أي الثواني ممكن بالمستقبل تنفع الثواني الفيلة أيضا عندها قدرة على الاستشعار الفيلة بالهزة سومطرة من 2004 العلماء وصلوا إلى نتيجة أنه هي لا تستشعر الهزات الأرضية بسبب هروبها من الشاطئ بطريقة تمشي على الطريق اللي تخرج منه مباشرة على باستخدامها اليومي فهذا يدل لأنه هي ما انهزمت من خوفا من الهزات الأرضية يعني ما شعرت بالهزة الأرضية على ذكر سومطرة دكتور هناك طفلة عمرها عشر سنوات استشعرت بوقوع تسونامي من فقاعات كانت على سطح البحر صح؟ اي نعم هذه الطفلة انجليزية وهي يدرسوهم بالمدارس الابتدائية انه عن الزلازل وكيف تحدث ويشرحوا لهم انه التسنمي من يحدث يحدث تجي الموجة في بعض الاحيان متقدمة بما وقسمنا ينحسر الماء البحر لانه الموجه مو مد انما انحسار فهي لحظه انحسار الماء البحر فقالت اكو توقعها ان هنالك تسونامي قادم فبلغت امها وابوها واستطاع ان يبلغون الاخرين ونجوا من الكارثه. هل يمكن استشعار الهزه تحت الماء يعني الاستشعار اذا هم في بعض الاحيان ينصبون اجهزه التسنم تحت الماء مو على السطح حتى يستشعرون بالهزات، هي المهم الجهاز وأين ينصب بالشكل الصحيح. بلغتنا انباء عن مكه ان هزه ارضيه وقعت فيها. الهزه الارضيه في مكه مقدارها واحد وسبعه وهذه لا شيء بالنسبه للهزات او الزلازل الكبيره. هذه تنتج نتيجه عمل الانسان افعال الانسان من حفر خنادق بالمناجم بالسدود هذه ما لها قيمه زلزاليا من الناحيه تاثيرها الزلزالي ولكن ضمن تخصصكم المسح الزلزالي هو الفاعل في التقصي في استشعار عن بعد عن مناطق البترول يعني ماكو فد زلازل المرصد الزلزالي ما له علاقه بالنسبه للهزات الصغيره بس هنالك هزات دقيقه ممكن يراقبها ممكن تسجل بالمراصد الا اذا كان الهدف هو علاقه سحب النفط من الارض وعلاقته بالنشاط الزلزالي وهو خفيف دقيقه الهزات الارضيه تكون دقيقه اي اقل من ثلاثه على مقياس الأختار ضمن في حضرتك اشتغلت في وزارة التعدين والنفط ال... ال... اليمنية أنا بالنسبة لي اختصاص جيوفيزياء والجيوفيزياء يشتغل على تحديد المعادن والهدف منه هو كشف وتحديد المعادن بالأرض طيب هل استعين بكم في الكشف عن أماكن النفط الكامنة يعني في احدى الدراسات اللي قدمناها كان هنالك فائده من الدراسات الجذبيه لتحديد مواقع الحقول النفطيه. البارحه كنا نتحدث عن استشعار يمكن ان تستشعر وانت على القنفه هزه ارضيه وقعت مثلا في حلبشه. يعني هزه حلبشه كانت قويه جدا. وفي بغداد شعروا بها الناس ولكن الشعور عند الناس بسبب الموجات الزلزالية الطولية اللي تأخذ الموجة الطولية الموجة مثل طول الموجة كبير فيشعرون بها وأنت جالس في مكانك وكنا شعرنا بها في وقتها ولكن تأثيرها كدمار بعيدة جداً عن بغداد طيب حضرتك كمختص وجالس بين عدد كبير من الناس من كل الاختصاصات هل يشعر الناس بأنك ممكن أن تشعرهم بالإنذار المبكر؟ يعني ماكو واحد يقدر يقول أن هنالك ستحدث هزة أرضية ولكن إذا أنت كنت جالس وشعرت بشيء تحرك ببساطة تقدر تباوع إلى البنكة أو مصباح معلق او فتشي معلق يبدي شيء يصير يتارجح فهنا دلاله ان هزه ارضيه قد حدثت في مكان ما. انا والله اشعر بالاطمئنانه صرت الان اطلع على على المصابيح المعلقه. يعني هو فقط كاستشعار حتى ممكن اذا كانت قويه وشعرت بها وتقدر تستطيع ان تهرب من المكان مالك اهرب يعني تستفيد من الهروب انه الى مكان فضاء خارجي للتخلص من اي ممكن حادث يحدث بسبب هالاهتزاز هذا تحت السلم هل هو مكان امن يعني انت في اي مكان انت اذا جالس وحدثت هزه ارضيه ابحث عن مكان تقدر تستطيع ان تدخل تحته للتجنب اذا سقط شيء ما يسقط عليك فالدرج ممكن تكون امنه في الحاله نتحدث عن خانقين ايضا وقعت فيها هزه ولكنها اقل اكثر من هزه مكه المكرمه ولكن الخطوره في خانقين كانت اكبر. يعني الهزه في خانقين كانت بمقدار اربعه وسته على مقياس رختار لكن هي مقدار ممكن يؤدي الى تدمير الا ان معظم الهزات الارضيه اللي في في تلك المنطقه تعود الى هزات عميقه البعد العمق البؤري ماله عميق فبالحالة ما حدث تاثير ودمار من من جراء هذه الهزه. ويخيل لي ان الارض فيها بالبيضه وفيها بؤره داخليه هذه البؤره يعني النواه التي فيها مليئه بالمعادن المصهوره ولا انا غلطان؟ يعني الارض وتقسيماتها من القشره الى نواة الارض او لب الارض كل المعلومات جاءت من الزلازل الموجات الزلزاليه اللي تتولد من حدوث الزلزال تنطلق قسم منها تروح في باطن الارض وقسم منها تظهر على السطح في باطن الارض تنكسر وتنعكس وكل الطبقات المتكون المتكونه من القشره الارضيه والجبه والنواه حددت بالزلازل ويعتقد علميا ان نواه الارض الجزء المركزي منها هو صلب متكون من الحديد والنيكل على ذكر الجبه جبه والوس والبحيات هاي في في الانبار ويقال انهم استشعروا الهزه الارضيه التي وقعت في خسفه هيت وحديثه يعني كلمه الخسفه هنا تختلف الخسفه الموجوده في تلك المناطق هي طبوغرافية يعني حدثت بالجزء العلوي من على عمق فد 20 30 متر نتيجة مرور مياه من تحت الصخور وتتآكل الصخور وتهبط وتعمل هزة ما لها علاقة إلا إذا تسبب نعم تسبب الهبوط ما لا هزة خفيفة عند الهبوط ونحن نتجاذب اطراف الحديث بلغتنا انباء عاجله عن وقوع هزات تتناسب والموجات السطحيه ودون الرجوع الى مصادر تعتمد قياس وتنبؤ الهزات ومقدار العزم قلل من شده روعنا ونحن نردد نتلو اذا زلزلت الحان موعدها إن قراءته مختلفة عن تنبؤات العرافين وأقوال العرافات لكنها تحدث وفق موجات وارتدادات تكتونية الصفحات حضرتك تثير الطمأنينة كمختص بعلم الزلازل وحصلت عليها حصلت على الدكتوراه سنة 81 يعني بالنسبه للعراق وعلاقته بالزلازل جميع الزلازل اللي تحدث وتاثر على العراق هي عند الحدود العراقيه الايرانيه بامتداد جبال زاغروس اللي تمتد من الجزء الجنوب الغربي من ايران وتستمر وتدخل في الشمال الشرقي من العراق الهزات الارضيه في هذا الاتجاه هنالك صدع بالمنطقة كبير امتد إلى أكثر من 1200 كيلومتر والزلازل في هذه المنطقة هي المكان النشط أما تقول ماذا تؤثر على العراق نعم الجزء الشرقي من العراق ممكن يتأثر بهذه الهزات أما الجزء الغربي المتمثل ممكن من الناصرية إلى المثنى الى النجف كربلاء والجزء الغربي من الانبار هذه تكون بعيده عن تاثيرات الزلازل بالمنطقه اما بغداد فهي اللي تبعد بحدود 120 كيلو ممكن تتاثر بالهزات الارضيه في هذا المكان الدكتور سهل السنوي في كتابه الصغير عن الموسوعه الصغيره احصى عددا كبيرا من الهزات الارضيه بدءا من 1875 في العراق كم هزه تعتقد يمكن رصدها الدكتور سالي السنوي عمل هذا العمل في السبعينات من من القرن الماضي وهنالك سجل للزلازل من 1900 بالعراق ومستمر لحد الان بالمراصد العراقيه وازدادت عدد الهزات الارضيه بحيث انه هنالك نشره جيولوجيه او زلزاليه تصدر من مركز الزلازل في العراق وتنضاف الها الزلازل اللي تسجل خارج العراق في المركز الدولي للزلازل وتزداد عدد الزلازل والسجل اللي قام بسال السنوي في ذاك الوقت قليل بالنسبة للوقت الحاضر طيب لو جدتك بطاقة مفتوحة للسفر إلى ثلاث مناطق إلى تركيا إلى أغادير إلى أي منطقة أخرى ممكن تسافر لها من اجل ان تتقصى الحقائق يعني ماكو ما فد شيء بالافق انه يقول انه تركيا ستحدث بها أرضية بعد اسبوع او اسبوعين او شهر ونفس الشيء فيها غادر فالانسان اذا يسافر وياخذ راحته وما يفكر بالموضوع طيب اريد اشوف حضرتك كيف كنت تفكر في 6 شباط 2023 حين وقعت سلسله الهزات الارضيه في تركيا يعني المنطقه هي مرشحه منطقه اللي حدثت بها الزلزال في تركيا هي منطقه نشطه زلزاليا ومعروفه وفيها صدوع النشطه في تلك المنطقه وبعدين انه لها مده طويله ما حدثت بها زلازل كبير وعندما تاخذ مده طويله ما تحدث بها زلازل تحدث الزلازل المدمره فكلما حدثت هزات أرضية متكررة أفضل من أن تتجمع على مدى سنين طويلة هي كان العالم كلها أنبارها اتجهت إلى قهرمان مرش أو قهرمان مرعش وهي مركز الزلزال الذي امتد إلى أنطاكية أو إلى غازي عنتاب كيف كنت تترصد الأخبار؟ يعني أنا كان مختص علي أن أتابع الأخبار ومن مباشرة من المقدار اللي اعلن ارى انه ستكون هنالك كارثه في المنطقه بالبناء والبشر طيب حضرتك خريج جامعه ويلز نلت الدكتوراه وعمرك 27 سنه يعني شنو كان عنوان الاطروحه؟ انا دل... الاطروحه مالتي بالدكتوراه كانت هي دراسه التراكيب الارضيه في جنوب غرب بريطانيا باستخدام الطرق الجذبية والمغناطيسية أي دراسة المجال الجذبي والمغناطيسي لمنطقة جنوب غرب بريطانيا ويلز ولا كاردف؟ لا كاردف ويلز هي ويلز بها عدة جامعات كاردف وسوانزي ويوست وهاي كلها وبنجا بانجار وهاي كلها تابعة إلى جامعة اسمها ويلز هذه كوليدج كلية جامعة أقصد أقصد ميدانك البحثي وين كان؟ يعني انا بال.. بالنسبه لي ادرس باطن الارض التراكيب الارضيه وادرس من الناحيه التراكيب اللي تحتوي على النفط معادن التوز... اللي هي تحت السطح. <applause> طيب ايش قد عمق الـ عمق الـ 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 الهزه الارضيه يعني بالكيلومترات؟ عمق الهزه الارضيه هنالك هزات تكون ضحله بين صفر الى 70 كيلومتر وهنالك اعماق متوسطه بين 70 و300 كيلو الهزات العميقه اللي تكون اكثر من 300 كيلو تحدث في باطن الارض كلما زاد العمق قل التاثير طيب قلنا احنا كم عمق الهزه في مكه هذه في مكه ليست هزه ناتجه من الطبيعه انما من عمل الانسان بحفر الانفاق تربتهم بركانيه ولا رسوبيه لا هم مكة بركانية البراكين تمتد من عدن إلى صنعاء إلى مكة إلى المدينة معروفة طيب طبيعة اليابان تربة اليابان طبيعة اليابان هي أين تقع اليابان تقع على منطقة نشطة زلزاليا فبها يعني هي من المناطق المرشحة لاستمرار الزلازل فرانك لويت رايت تعرفه أكيد يعني كان مستدعي إلى العراق لعمل مدينة بغداد المدورة نجح في تجربة أنه بنى هوتيل بريال هوتيل اللي في اليابان ضد الزلازل ونجحت التجربة يعني هو في ذاك الوقت كانت الأفكار تبحث عن حلول فهو واحدة من الحلول أنه يبني البناية على رولات من الحديد بحيث أنه عندما تأتي الهزة الأرضية تتحرك البناية كلها دافعة باتجاه واحد فبالحالة ما يصير تصدع بالجدران وال اللي تح... بالجدران يعني طيب احنا عندنا برج المامون ايضا مبني على رولات برج المامون المفروض صمم زلزالية والتصميم الزلزالي ياخذ مجموعه من العوامل المهندس الانشائي هو اللي صمم ولكن من ناحيه الزلازل يطلبون معلومات عن النشاط الزلزالي بالمنطقه منطقه جيولوجيه المنطقه ويوفر الزلزالي للمهندس التعجيل الارضي وبهذا يصمم بحيث انه تتحمل هزات ارضيه بمقدار معين حسب المنطقه وحسب التاريخ الجيولوجي والزلزالي للمنطقه. فانا اعتقد وحسب معلوماتي انه هو مقاوم للزلازل ويتحمل تارجح عده امتار الى اليمين واليسار طيب برج خليفه قائم في منطقه صحراويه او رمليه كيف يمكن ان يقوم هذا البناء الشاهق على من إمبار ستيت انا ما اعتقد منطقه برج خليفه مبني على رمليه مبني على صخور فهو يتحمل ويصمم نفس الشيء والصخور التصميم على الصخور افضل من التصميم على التربه الطينيه او التربه الرمليه من ناحيه الزلازل لان التربه تضخم الهزه الارضيه او مقدارها وبينما الصخور لا تضخم مقدار قوه الهزه الارضيه الموجوده طيب حضرتك لو خيرت في الإقامة في أي منطقة تعتقد أنها آمنة وبعيدة يستحيل أن تقع فيها الزلازل يعني اكو مناطق هادئه من الناحيه الزلزاليه كثير مناطق بالعالم موجوده ولكن انت اذا تاخذ النشاط الزلزالي العالمي كله تلاحظ انه حدود الصفائح هي المواقع النشطة الزلزالية اللي موجودة تقريبا 75% أو 80% موجودة في منطقة ما يسمون بحلقة النار في المحيط الهادي اللي هي تقع على اليابان والمحيط مالها حلقة النار هذه بها براكين وزلازل هاي أنشط شيء وعندنا البحر المتوسط البحر الأبيض المتوسط وجبال هملة هذا هم من حزام نشط المنطقة الأخرى اللي احنا فيها بالمنطقة العربية البحر الأحمر خليج عدن وزاغروس وطوروس وثم ينزل إلى سوريا تدمر البقاع والبحر الميت وخليج العقب هذه بالنسبة لمناطق النشطة الزلزالية بس هذه هي معظم المناطق النشطة الزلزالية مؤشرة من قبل العلماء والمختصين طيب حضرتك من يوم عام 81 أخذت الدكتورة هل تعتبر أطروحتكم بائدة أو غير قابلة للتطبيق الآن؟ لا تروح النوعية الدراسة مالتها مستمر التطبيق لأغراض الأهداف اللي هي تريدها، أنت تدرس تراكيب أرضية عميقة، تدرس لغرض المعادن، لغرض المياه الجوفية أو لغرض النفط، هذا التطبيق النظري والمعادلات هي نفسها وتطورت مع تطور الاستخدام الحاسب الحاسوب يعني والبرامجيات. كثير من طلبة الدكتوراه والماجستير لما جبنا سيرة حضرتك ذكروك بخير فأريد نقترح بعد أن خرجت من الخدمة عام 2018 صح؟ نعم أريد تقترح لي عناوين لطلبة الدكتوراه من المختصين بالزلازل يعني أنا بالنسبة لي أركز على الاتجاه الثاني أنا يعني أعمل به ولكن في العراق كانت الرصد الزلزالي هي المسؤولة عن شبكة الرصد الزلزالي وكانت بحوثها نشطة وحاليا اكو مجموعة عندهم نصبوا مراكز رصد جديدة في العمارة في الناصرية في الكوت والحمد لله كانوا يعني يشتغلون بهذا الجانب الاستقصاء ومتابعة موضوع الدراسات الزلزالية طيب حضرتك غير منقطع عن التخصص بدليل انك في ساعات الفراغ انجزت هذا الكتاب الذي يعتبر اصغر دليل للطلبه والمتصفحين ايضا. يعني هذا كتيب صغير فقط يعني انا بالنسبه لي لتبسيط مبادئ الزلازل وفهمها والاستفاده منها كيف تحدث وكيف تسجلها وماذا تعمل لو حدثت هزه ارضيه او انت في مكان في نشاط زلزالي ماذا تهيئ لها هذه هي الفكرة من هذا الكتيب حضرتك كنت رئيس قسم الرصد الزلزالي يعني وحدة الرصد الزلزالي في مجلس البحث العلمي مثلما يحدث في جبة الأرض تحدث جلبة من مواقع الأحداث تنقل هذه الصور العاجلة عقب الهزات الأرضية التي روعت سكانًا آمنين. يمكن له بعد أن أمضى نصف قرن في التعاطي مع علوم غير مستقرة تعلمها بثبات وهو يسمع من يردد: "بالأمس كان لنا بيت يجمعنا، اليوم سالت على الأطلال أدمعنا" في موضوع العرافه يعني اذا قلنا انه تعامد الارض على مجموعه من الكواكب يحدث شيء ما كما يحصل هذا لا صحيح؟ يعني حاولوا كثير من العلماء الربط بين حركه الكواكب وحدوث الزلازل ولكن بصوره عامه هي ترابط ضعيف واثنين انه عملوا على التنبؤ انه اذا صار اصطفاف بالكواكب ممكن يحدث زلزال إلا أن هذا التنبؤ ما يخدم العلماء بشيء ولا يخدم الناس بشيء لأنه التنبؤ يتطلب منك أن تحدد مكان الحدوث وزمن الحدوث وقوة الحدوث الحدث يعني الزلزال فبالحالة إذا أنت قلت خلال الأسبوع القادم أكو زلزال وما حدث زلزال من الناحية الاجتماعية ومجتمعنا كل المجتمعات ما تتقبل أنه أنت تصير رعب وخوف والناس تنتظر وما صار زلزال وإذا قلت بعد ستة أشهر أو خلال السنة سيحدث زلزال هذا كلام يعني ما بفائدة لأنه هو ربما يحدث وربما ما يحدث وإذا حدث الناس تتذكر وتعيد الذاكرة أنه فلان قال أو شخص الفلاني تنبأ بحدوث زلزال وما هي الفائدة من حدوث أو التنبؤ على فترات زمنية متباعدة ليلى عبد اللطيف تنبأت بما وقع من زلزال في المغرب ماذا تقول؟ هذا التنبؤ ما ما من لا يجدي لا نستفيد منه ليش؟ لأنه مفتوح هل الناس تنتظر شهر أو شهرين أو ثلاثة وماذا تعمل؟ ممكن يحدث وممكن ما يحدث لكن النبوءة حصلت يا دكتور أنت تسميها نبوءة أنا بالنسبة لي ما أستفيد منها من الناحية التنبؤ بالزلازل ولكن أنت حضرتك اشتغلت بالباراسيكولوجي ولك علاقات بكثير من المنبئين أحدهم عبد الفتاح البصير موضوع الس... هذا الموضوع الباراسيكولوجي موضوع أنا بالنسبة لي أعتقد أن هي مواهب عند الناس ومختلف مواهبهم يختلف من شخص الى شخص، فهي موجوده قدرات رب العالمين نعطيها للاشخاص، واشتغلنا على عبد الرزاق البصير، واشتغلنا على اللي يرى المياه تحت الارض من اليمن، واشتغل يعني مجموعه اشتغلنا على الفئران وكيف تتاثر بالمجال المغناطيسي، وهكذا يعني هي هوايه بس انا اشوف انه الناس عندهم مواهب ممكن انت تطورها وتستفيد منها منهم هؤلاء الأشخاص. هل ليلى عبد اللطيف موهوبه ولا عرفتها محض مصادفات اعتقد عندها موهبه يعني اكو مواهب تشتغل على التخاطر اكو مواهب تشتغل على الرؤيه عن بعد باليقظه اكو من ما يسمى ما بالعين العيانيه واكو ناس تقرا كتاب بكامله بس تصفحه تحفظها، اكو ناس تحل ارقام ورياضيات بشكل سريع جدا ومعادلات معقده، هذه كلها مواهب وممكن هي تكون إحدى عندها موهبه بهذا الاتجاه بالتنبؤ. موهب حضرتك شنو؟ مهتم بال... بالعلم بس. على كل حال تحدثنا عن بعض الطرائف التي حصلت ايام ما كنت تشتغلون انت والدكتور حارث عبد الحميد احنا يعني احنا ندرس عندهم مواهب فكانت واحده من المواهب اللي عملنا عليها هو ج... كان اكو شخص لا يقرا ولا يكتب باليمن نقل لنا الخبر انه يرى المياه تحت السطح ويحدد عمقها ويحدد مكان حفر الآبار فاستدعينا إلى العراق وقمنا عليه تجارب بالمياه ثم أجرينا عليه تجارب على المعادن مع هيئة المسح الجيولوجي وقمنا بدراسة الاستفادة منه في موضوع النفط تحديد تراكيب نفطية تقريبا نجح هو بالمياه 100% كان التقييم 80% للمعادن والنفط الاعماق عليه صعبه جدا تقديره لانه لا يستطيع ان يقدر اعماق النفط، هذه كانت من الاعمال اللي قمنا بها بالمركز وبنفس الوقت عملنا على دراسه تاثير المجال المغناطيسي الارضي على تصرف الفئران وكانت النتيجه ممتازة جدا واشتغلنا على قياس الكهربائيات اللي اشخاص اللي عندهم مواهب للعلاج باللمس او بدون لمس وقمنا بهذه الاعمال والحمد لله كانت في وقتها جيدة. لماذا دائما المساكين الفئران والارانب هي حقول تجارب؟ يعني اذا هي الله الله معطيها القدره التكاثر حتى لو خسرتها ما راح ياثر عليك شيء. وليش اهملتوا الخيل؟ الخيل عنده القدرة على على سماع صوت الرعد وال وال وحتى التحسس في يعني التحسس النائم يعني ما اعتقد اكو انت تقصد بالزلازل لو تقصد بالزلازل يعني اكو شيء مث بس ما اثبت 100% انهم ما يتحسسون ولو تحسسوا فهي قبل حدوث الزلازل بفتره قصيره جدا لا يستفاد منها الآن حضرتك عن بعد وأنت في عمان وبغداد بينك وبينها مسافة بعيدة كيف ممكن أن تجعل عمان بغداد كأنها يعني بينك وبينها مسافة قصيرة يعني أنا كيف أنا ما عندي بس شيء وحدك والناس عندهم إمكانية التخاطر عن بعد أنه ممكن فقط أنه شخص إلى شخص ينقل أفكاره من مكان لمكان ما عندك موهبه تخاطر؟ لا انا ما عندي موهبه وانت كنت بالباراسيكولوجي؟ يعني ادرسها تدرسها؟ أيه. نعم يعني هذه نوع من الهوايات؟ نوع من الهوايات الان حضرتك عاكف على وضع مجموعه كتب في التخصص في التحديد في الزلازل والهزات يعني نود ان تكشف عنها هو حاليا يعني انا صدر لي كتاب قبل سنه الحمد لله في جامعه بغداد وهو موضوع ما يسمى بالبنية الأرضية التكتونيك اللي يشمل كل شيء يتعلق بالأرض من ناحية الحركات الأرضية وبناء الجبال والحركات والزلازل وتغيرات وتوزيع علاقة ما يسمى بالصفائح التكتونية بالأرض وهكذا وحاليا أنا أعمل على كتاب آخر موسوعة بالجيولوجيا ونقول ان شاء الله اكملها عن قريب الصفائح التكتونيه يعني ايش الصفائح التكتونيه هي الارض تتقسم الى مجموعه صفائح الصفيح هو ارض واسعه جدا مثلا نجيب لك مثال بسيط الصفائح تكون كبيره مثل الصفيح الاسترالي الامريكي المحيط الهادي الاطلسي هذه ارض واسعه جدا هذه الصفائح لها سمك صخري بحدود 150 كيلو، جميعها تركب على ماده مائعه وليست سائله تحتها. هذه الطبقه المئة 150 كيلو لها القابليه ان تتحرك، جميعها تتحرك، ناس تتحرك واحد يصطدم بالثاني. وقسم منها تتباعد وقسم منها تتحرك جانبيا هذه الكتلة الهائلة تتحرك بسبب ما يسمى بتيارات الحمل في باطن الأرض نتيجة الحرارة العالية فبالحالة إذا الصفاح هي كتلة أرضية كبيرة تتحرك فوق مادة مائعة من الجبة هل تشعر بالثبات على الأرض حضرتك؟ الأرض انت ما تحس بها الجاذبيه الارضيه تمسكك ولكن هي الارض غير ثابته غير مستقره الارض في كلها تتحرك والبراكين يقال عنها تتنفس والحركه والزلازل هي ناتجه من حركه الصفائح والكسور اللي تحدث نتيجه الحركه والتصادم او التباعد بين الصفائح هل تشعر بالثبات وانت تمشي على الارض؟ إيه نعم لازم تشعر بالثبات لانه الجاذبيه الارضيه اللي تمسكك حضرتك مر عليك اساتذه كثيرون في التخصص من البكالوريوس الى الدكتوراه من زلزلك من الاساتذه؟ لا الحمد لله انا بالنسبه لي يعني الاساتذه كلهم احترمهم وكلهم طيبين كانوا من هز فيك شيء يعني حبيته آه. بالاختصاص؟ يعني يعني الله يذكره بالخير دكتور سالي السنوي كان استاذنا كنا بالجيوفيزياء الله يرحمه استاذ طارق صفاء الدين كان من الممتازين يعني منو تشعر بالذبذبات اللي بينك وبين طلابك الان اللي منتشرين في العراق؟ يعني اكو احترام الحمد لله بيني وبينهم وانا يعني امد ايدي في لكل واحد ومن النوع اللي اقترح مشاريع مجانا هل هناك شيء حائر فيه انت بالاختصاص بالزلازل بالهزات؟ يعني شيء معقد. علم الزلازل علم متقدم جدا. يعني ودول العالم كلها تهتم به مثل العسكر، تصرف عليه فلوس لانه له علاقه بكوارث وارواح بشر. دكتور فتيان الراوي، اريد سؤال الفتيان الفتوه، ما الذي يشغلك الان؟ يعني أنا أهتم بالمؤتابع الأخبار الجامعة وأتمنى أنه تحافظ على مستواها العلمي القديم جامعة بغداد والجامعات الموصل وغيرها كانت من الجامعات الراقية عالميا وخريجها معروف بمعروفين عالميا أتمنى أنه يستمر النشاط والمتابعه بالمستوى المطلوب للطلاب من التدريسيين والهيئات الاداريه المشرفه على التعليم العالي. شوف كل المنبئين بالرصد الزلزالي وغيره اذا صدقت نبوءاتهم يفرحون يقولوا سيقع زلزال يفرحون جدا. بماذا تشعر انت؟ لا هو موضوع الفرح في بعض الاحيان منتسبي الزلازل ما حد يعرف عنهم كثير الا ان يحدث زلزال فبالحاله ينشطون وتظهر قابلياتهم فهو فرح مبطن لان ماكو واحد يفرح اذا كان الزلزال قوي لكن اذا كان الزلزال يشعر الاخرين انه اكو واحد بحث اكو بحث زلزالي واكو جهه زلزاليه ممكن تقدم المشوره هم هذول يريدون يظهرون بهذا الاسلوب من التعبير. شكرا لك دكتور. وإن شاء الله ندعو للجميع الثبات على الأرض. إن شاء الله، الله يسهل للجميع والاستفادة من هذه الحلقة. وإلى هنا سكن الحديث ولم تزل الذكريات بقية وبقاء. هذا المخرج حيدر الأنصاري يحييكم ودائما نلتقي لنلتقي. انتظرونا.